بنرحب بالفنانه هند صبري معانا في بوابه اخبار اليوم. اهلا وسهلا بيكم. بنقولك الف الف مبروك على مسلسل امبراطوريه مين. الله يبارك فيكي، ميرسي على وجودكم معانا النهارده. اول حاجه هسالك عليها هي الفكره، فكره المسلسل اللي انت اخترتيها تحديدا امبراطوريه مين اللي انت تقدميها في رمضان السنه. الفكره جات لي من انه اتعرض عليا اعمال كتيره بتتجاهل تماما التغيرات اللي حصلت في المجتمع بعد ثورات ما يسمى بالربيع العربي، وانا كنت مستغربه ان احنا بنتجاهل الموضوع للدرجه دي، لكن في نفس الوقت ما كنتش عايزه اقدمه بطريقه تقيله فيها مراره فيها حزن، لانه الناس مش ناقصه، الشارع تعب والناس عايزه شويه ترفيه برضو. فقررنا ان احنا نمزج الاثنين ونشوف رحله اسره عايشه في انجلترا، اسره مصريه عايشه في انجلترا وبتقرر انها ترجع مصر بعد الثوره زي ما اسر كتير عملت، ومتوقعين ان الموضوع هيبقى سويسرا يعني بعد يومين ثلاثه، فبيصطدموا بواقع ساعات ايجابي جدا ساعات سلبي جدا، امل خيبه امل، كل اللي عشناه مع بعض طوال الثلاث سنين، والمسلسل بيخلص في 30/6. انا بعمل فضيله اللي هي كانت ليها افكار اشتراكيه ومناضله في ايام ما كانت طالبه في الجامعه وبتسافر انجلترا، فبتحصل الثوره فبتصدق بقى تلاقي عايزه المناخ بتاعها بتاع النضال والثوره، فقالت لك لا لازم انزل، وبنتها كمان بتتحمس هي واحفاد انهم ينزلوا مصر، فبنشوف بقى في مصر ايه اللي هيحصل له. يعني نقدر نقول المسلسل سياسي؟ لا ملوش علاقه يعني مباشره، لكن ما حياتنا كلها سياسه، وانت بتتكلمي على ازمه المرور ما هي سياسه، لما يعني قصدي ما بقتش في حاجه اسمها سياسه ومش سياسه دلوقتي. في المسلسل انا بلعب دور كارلا تشيفتشينكو. طبعا عشان كده ممكن العربيه بتاعتي تكون مكسره، عشان اذا الناس هتنتقدني على الاكسنت دي شغلانتي. وكده يعني انا مرات استاذ محمد محمود يلعب جوزي، هو اسمه رامي في المسلسل، وانا سفيلة هند صبري اسمها اميره وعديلة سامي جوزها. طب كلمينا عن العمل بقى مع الفنانه هند صبري، مع محمد شاهين، معاكي كمان الفنان الكبير عزت ابو عوف، كلمين كواليس العمل شكلها عامل ازاي. يعني كلهم تعلمت كتير من ناحية التمثيل ومن ناحية اللغة من ناس كل حاجات، عشان في الأول ما كنتش قادرة. هما في المسلسلات هنا في improvisation، يعني كل شوي حد يزيد كلمة من هنا وكلمة من هنا، في الأول ما كنتش أفهم أي حاجة، فكلهم ككاس تعلموني على اللغة وعلموني يعني زي بقول ده زي بقول دي زي بقول كده كده كده، كلهم ساعدوني. فده يعني تجربتي في مصر، يعني تعلمت فيها الحاجات الكتيرة، يعني كلهم استقبلوني. من ناحية التمثيل الكاركتر كارلا بحبها قوي قوي قوي، عشان هي بعيدة عن شخصيتي خالص. هو مسلسل اجتماعي كوميدي بتدور أحداثه عن عيلة بترجع مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير، وهم راجعين على أساس إن هم يبنوا البلد الجديدة ويشوفوا مصر اللي حصل فيها بعد الثورة، وطبعا بيصطدموا بالواقع إن ما فيش حاجة اتغيرت وكله زي ما هو، بالعكس في حاجات زيادة مشاكل يعني، وبتنتهي الأحداث يوم 30/6. المسلسل بقى بطولة مين، وحضرتك صورتي المشاهد الداخلية والمشاهد الخارجية فيه؟ هو بطولة الأستاذة هند صبري، أستاذ محمد شاهين، أستاذ محمد ممدوح، أستاذة سلوى خطاب، دكتور عزة أبو عوف، أستاذة رزان جمال، أستاذة بدرية طلبة، عمر السعيد، ومعنا أطفال جداد، أربع أطفال بيشاركوا في العمل.